السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في موقع وندر دايناميك. ده عبارة عن إيه؟ ده بأي مشهد فيديو تبدأ تقول له الشخصية دي أنا عايز أبدلها بشخصية تانية. خلينا مثلا نختار مشهد زي المشهد دوت. بيبدأ يوصفه لك ويوريك المشهد، وبعد كده بتقول له أنا عايز أستخدمه في البروجكت أو المشروع بتاعي. فاتفرج على المشهد وبقى ايه عندنا الشخصية دي، تقدر تبدلها بأي شخصية من دول بنفس حركة الوجه بنفس كل حاجة، مجرد بس تسحب كده وتبدأ تحطها في الشكل اللي انت عايزه. اهو ده الأفكار بتاعي. تمام، ممكن تيجي هنا تقول له نيو أكتر، أو تاخد مثلا شخصية من دول اهو وتحطه بالشكل ده. هيحصل ايه؟ طول ما في المشهد يبدأ يبدل الشخصية دي بالشخصية دي. اقول له نيكست. تمام، بيقول انت عايز الريزوليوشن والفورمات والداون اليمنت. اقول له ستارت. الموضوع ده زمان عشان تعمل في السينما كان مكلف جدا ومرهق، دلوقتي بقى خلاص بضغطة زر. يعني ممكن ايه، انت عايز تعمل فيلم عن الزومبي او الكائنات الفضائية، بتصور عادي شخصية عادية وبعد كده بتقول له ايه نفس الحركات ونفس حركة الايد وكل الحاجات دي بدلها بالشخصيه بتاعت الزومبي او سوبر مان او سبايدر مان وهكذا. فالموضوع فعلا خطير. طيب خلينا نشوف كده. بص اما 4 ثواني. طبعا لو بفلوس بيبقى الموضوع اطول، تقدر تختار حاجات اكتر في امكانيات اكتر. تمام، ممكن بقى تعمل ايديت. زي مثلا تعمل كاميرا تراك بلندر سين كاركتر باس. طيب خلاص خلصت، بتقول له بقى سبورت فيديو ويبدا ان هو يصدر لك الفيديو عندك تحتفظ بيه بالشكل ده. طيب انا اقول له كنسل، اقول له كنسل التمبليت اهوت. تقدر بقى تختار اي واحد فيهم. طيب خلينا نختار كده من التمبليت المشهد دوت واقول له يوز ان بروجكت، واقول له شوز اكتر. تمام، ده تقريبا واحد بس اللي ينفع يتغير، ده مفيش امكانيه للتعديل. طيب ممكن مثلا نختار الشخصيه ديت، ده مثلا اهو. طيب نقول له نيكست. هو اكيد ما بيعملش بروسيسنج، اكيد هو محتفظ بيها من قبل كده، ما خدش ثواني يعني.